وخلينا نبدأ معاكم من البحيرة. البحيرة تم افتتاح بشكل رسمي، هي المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية، واللي بيتم إقامتها على مساحة 51 فدان بإجمالي استثمارات 10 مليار جنيه. من المقرر كمان أنها تساهم، وهذا المشروع يساهم في توفير حوالي 25 ألف فرصة عمل. مشروع ضخم جدا، خلينا نتعرف على تفاصيله. معنا على الهاتف الأستاذ مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين في محافظة البحيرة. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك، وخلينا نتعرف على تفاصيل هذا المشروع اللي هيوفر 25 ألف فرصة عمل، منطقة تجارية لوجستية في البحيرة. بتعمل إيه المنطقة دي يا فندم؟ صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. خلينا في الأول نقول كل سنة ومسيحيين إخواننا المسيحيين بألف خير والصحة والسلامة. طبعا المنطقة اللوجستية في دمنهور بتقع على مساحة 96 فدان باستثمارات حوالي 11 مليار جنيه. طبعا يتم تقسيم المنطقة اللوجستية إلى ثلاث مناطق، ألف وب وجيم. المنطقة ألف بتشمل شركات العروبة على مساحة 47 فدان باستثمارات حوالي 5 مليار جنيه. المساحة ب بتقع على مساحة 15.5 فدان باستثمارات 3 مليار جنيه. المنطقة ج بتقع على مساحة 26 فدان باستثمارات حوالي 3 مليار جنيه. بالأمس فعلا تم افتتاح المرحلة الأولى ألف ليامول سيتي، بمعرفة أو كان موجود معالي وزير التموين الدكتور عالم صرحي واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. تم افتتاح المرحلة الأولى على مساحة 30 ألف متر مربع، طبعا بتضم كافة الأنشطة والمحلات التجارية والمتنوعة. تم افتتاحها بالأمس بالفعل، وطلاقة إحسان كبير جدا من الناس اللي كانوا موجودين ومن السادة الوزراء، نظرا لوجود العلامات التجارية والحاجات المتنوعة موجودة داخل المول سيتي، وإن شاء الله بانتظار افتتاح باقي المحلات. طب يا فندم، يعني مستهدف تشتمل على إيه هذه المنطقة التجارية اللوجستية؟ إيه أنواع الخدمات التجارية اللي المفروض تكون موجودة فيها؟ والله كل الخدمات موجودة، من بنوك موجود حضرتك، موجود تخطيط طبعا معمول على أعلى مستوى، موجود فيها البنوك، وموجود فيها الملاهي، وموجود فيها جراشات متعددة، موجود فيها كل الخدمات. هي منطقة النهاردة بتقول هتخدم أهل البحيرة والمحافظات المجاورة. النهاردة كان اللي عايز بيروح اسكندرية أو عشان يروح كارفور، لا، النهاردة موجودة في محافظة البحيرة، هتخدم محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة. نظرا لتعدد الأنشطة بنقول النهاردة هيبقى موجود عدد كبير جدا من المحلات اللي هي تشتمل على العلامات التجارية والحاجات المعروفة. فالحمد لله دي هتبقى نقلة كبيرة لمحافظة البحيرة. طيب الدكتور علي المصلحي، يعني بالتأكيد وجوده كان ليه دلالات كبيرة ان هو هيوفر سلع مدعمة من الدولة، هيوفر أشياء كتيرة ليها علاقة بالمستلزمات الأساسية لكل بيت أو أسرة مصرية. المنطقة اللوجستية دي اشتملت على إيه تحديدا؟ والله المنطقة اللوجستية دي فيها كافة السلع. يمكن الدكتور عالم صلحي بعت رسالة اطمئنان، ويمكن الناس اللي كانوا موجودين واللي دخلوا المنطقة دي هيبقى كافة السلع موجودة فيها. يمكن نفتح المرحلة الأولى اللي هي على 30 ألف متر، دي كانت موجودة في المواطن النهاردة بيخش موجود كل حاجة موجودة، من أجهزة كهربائية منزلية، أدوات مفارش مفروشات، موجود السلع اللي هي الأساسية من سكر ورز وزيت واحتياجات كل المواطنين، وبأسعار طبعا مناسبة جدا حسب أسعار المبادرة. يمكن معالي وزير التموين ادى رسالة اطمئنان وقال إن الحاجة موجودة، بالإضافة لأن عندنا المنطقة اللوجستية في المخازن موجودة فيها كميات كبيرة جدا من السلع تكفي واحتياجات مصر لشهور عديدة يعني. طيب أستاذ مجدي، حضرتك قلت أنه المنطقة ألف أو المرحلة الأولى أقيمت على مساحة 30 ألف متر تقريبا، وعايز أعرف بس من حضرتك يعني كم محل بالفعل خلاص يعني هيتم افتتاحهم؟ هل بالفعل في محلات أو علامات تجارية بقت موجودة، ولا لسه هو بس تم افتتاحها؟ يعني عايز أعرف من حضرتك كده الوضع هناك شكله إيه، وكمان نعرف إيه التسهيلات اللي بيتم العمل عليها لجذب المستثمرين في المنطقة اللوجستية، وأيضا مدى توفير كافة المرافق.
لا حضرتك، احنا المرحله الاولى طبعا تم افتتاح فعلا اللي هو مول سيتي اللي هو كارفور، لسه باقي المحلات لسه هيتم افتتاحها تباعا. دي كانت مرحله اولى اللي تم افتتاح كارفور على مساحه 30,000 متر. ده اللي موجود فيه كل سلعه موجوده من اجهزه كهربائيه ومنزليه وادوات احتياجات المواطنين من السلع، سكر ورز وزيت ومكرونات، وكل شيء موجود داخل المرحله الاولى. المرحله الثانيه اللي هتضم المحلات اللي هو ذات العلامات التجاريه، ده هيتم افتتاحها تباعا. دي كانت بدايه المرحله الاولى للافتتاح. طيب ده هيوفر قد ايه على مواطني البحيره ان هم يعني كانوا دايما بيروحوا الاسكندريه علشان يتسوقوا او يعني يجيبوا المستلزمات بتاعتهم من المدينه الاقرب ليهم، هوفر عليهم قد ايه مجهود بنزين اللي هيركب اللي هيعمل، يعني هل في ارقام بتتكلم عن ده؟ لا حضرتك، دي هتوفر كتير جدا على اهالي البحيره، مش بس اهالي البحيره، اهالي المحافظات المجاوره. النهارده كان عندنا كفر الشيخ، الشرقيه، المحافظات اللي هي المجاوره، بدل ما كان بيروح اسكندريه صح، لا النهارده هيجي هنا محافظه البحيره. طبعا هيوفر ويفرق كتير جدا، وهتبقى في نقله يمكن لمحافظه البحيره من خلال افتتاح تلك المشروع، هيضم العديد من المحلات التجاريه ذات العلامات المعروفه، وطبعا بالاضافه لانه هيوفر فرص عمل كبيره جدا للشباب واهالينا هنا في محافظه البحيره والمحافظات المجاوره. المشروع طبعا مشروع ضخم جدا، زي ما قلنا ان هو بيقع على مساحه 96 فدان. ده طبعا كان تم وضع الحجر الاساسي فيه سنه 2019، كان برضو موجود اياميها اللي هو هشام امن هنا، كان محافظ البحيره حصل. وكان موجود مع الوزير التموين، وتم وضع حجر اساس 2019. يمكن المرحله الجايه ان شاء الله هتشهد طفره كبيره جدا جدا بالنسبه لمحافظ البحيره والمحافظات المجاوره. ناحيه التوفير، لا هتوفر كتير. النهارده بدل الكفر الشيخ النهارده كان بيعدي على البحيره عشان يروح اسكندريه او الشرقيه، لا النهارده دمياط كل الجنب اللي هو البحر ده صح، بدل ما كان بيروح اسكندريه، لا هيجي النهارده محافظه البحيره. ومشروع ضخم جدا جدا، يعني حاجه فوق، تنقل محافظه البحيره نقله كبيره. ده حقيقي. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ مجدي الخضر، وكيل وزاره التموين بمحافظه البحيره، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.